قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومتميزة بعنوان أعمال الرحمة في الميلاد، حيث استضاف البرنامج القمص أنطونيوس صبحي كاهن رعية الأقباط الأرثوذكس في الأردن، الذي وجه الإخوة المؤمنين إلى عيش زمن الميلاد من خلال تجسيد أواصر المحبة وأعمال الرحمة. فإلى هناك أبونا، إجينا لموضوعنا لهذا الصباح اللي هو عن الميلاد. حكينا عن أعمال الرحمة، لكن الميلاد وقصة الخلاص في المذود كانت وولدت. نعم. ففي آية للمعلم بولس لما قال لنا لما كان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. موضوع ملء الزمان أبونا مش مفهوم كتير واضح أمام الناس، إنه ملء الزمان كيف اكتمل الزمان؟ يعني ما هي الأبعاد وما هي المواصفات الزمان التي أرادها الله حتى يولد السيد المسيح في هذا الزمان؟ ما معنى ملء الزمان بالنسبة لربنا؟ فما مفهوم، مش مفهوم هذا التعبير أو هذا الوصف برسالة بولس معلمنا بولس، إنه ما هو كيف اكتمل الزمان عند ربنا؟ ببساطة جدا وعلى قدر معرفتي البسيطة، يعني ملء الزمان هو الوقت الذي يختاره الله لإتمام مشيئته هو. نعم. هذا هو ملء الزمان. فقصة الميلاد هي قصة خلاص البشرية كلها. أعدت هذه الخطة الإلهية، خلينا نسميها أحداث سيناريو إلهي، كل اللي هنعيشه الأسبوعين القادمين لحد ما نحتفل بعيد ميلاد مخلصنا الصالح، كل هذا كان معد. نعم. من قبل الله من وقت طرد أبونا آدم وأمنا حواء من الجنة. نعم. بعد ما أخطأوا رغم أنه نبههم فوعدهم الوعد الإلهي أن نسل المرأة يسحق رأس الحية، الأجيال ضلت تنتظر إمتى هذا هيتم. أنت وعدت يا رب أنه نسل المرأة يسحق رأس الحية، الحية اللي هي الشيطان. نعم. اللي سببت كل عناء البشرية كلها. يعني فبعد ما ربنا أرسل أنبياء وأرسل كلماته المحية بما نسميه نبوات العهد القديم، زي مثلا هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ كيف عذراء مش متجوزة تحبل وتلد ابنا؟ هذه كانت نبوة في أشعياء النبي. نعم. بين أشعياء النبي وبين التجسد الإلهي عيد ميلاد مخلصنا مئات السنين. نعم. البشرية ظلت تنتظر يا رب إمتى. نعم. إمتى؟ وكيف عذراء بنت يفاجئ أن هي حامل وبعدين تجيب وتسمينه يسوع واللي بي المخلص اللي به هيتم الخلاص والفداء على الصليب عشان صفحة البشرية هذه كلها تروح، وهو اللي هيدفع الثمن بدمه. نعم. الإلهي اللي سال على عود الصليب. امتى تم هذا؟ في ملء الزمان. ما نعم. معنى ملء الزمان؟ هو الوقت اللي ربنا بيختاره حسب مشيئته الإلهية. هذا هو، عشان هيك معلمنا بولس الرسول بيقول ولما جاء ملء الزمان. نعم. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه الوحيد. هذا هو التوقيت اللي ربنا مختاره حسب مشيئته. ولادة يسوع المسيح وتجسده في هذا الشكل الإنساني، هالرأس والمناخير والكلتم والدينين والعينين والإجرين والإيدين، عشان بعتقد عشان يثبت للإنسان إنه أنا خلقتك بهذا الشكل، ليس مكون من قرد وصرت إنسان، وليس من خلية وتكاثرت وصارت ودخلت نواة والنواة تكونت زي تقول إشي حي عايش وصار إنسان بهذا الشكل. ثبت إنه الإنسان اللي خلقه ربنا على صورته ومثاله هذا الشكل.
صحيح هذا التفكير اللي تضحت كل الفرضيات تبعت العلماء السابقين اللي بتقول لك انه الانسان مكون متطور شكله تطور. العلم يقول كما يهوى كما يهوى يعني. لكن يكفي نقطتين بس ارد فيهم اللي تذكرتهمها. النقطه الاولى الله له المجد لما إجى يخلق الإنسان قال نخلق الإنسان كصورتنا كشبهنا كصورتنا كشبهنا. فاللي بيقول إن الإنسان أصله كذا هذه يعني هيستحي على حاله أن يلفظها فيما بعد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لما يقول لنا في الكتاب المقدس أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم اللي هو الروح القدس اللي خدناه في بعد المعمودية. فكيف ربنا يقول هيكل الله وروح الله ساكن فيكم وكيف واحد يقول أقوال كتير يعني إحنا نرميها وراء ظهورنا لأنه ما نوقفش عندها أو أنه لا أنا بدي أبحث في الموضوع وأشوفه أو لا. في شغلات أثمن بكثير من هذه الأمور يعني. نعم.